اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده وجوله جديده من استوديو الاخباريه معي انا عزام العبيد. في تقديمها وكالمعتاد اولى المحطات هي اخبار البلد. تسعة آلاف وأربعمائة وستين متقدم ومتقدمة على أتقن في مرحلته الثانية، وهذا طبعا هو العنوان الأول معنا في فقرة أخبار البلد. والتعليق على هذا الخبر، يسرني أن أرحب بالمهندس عبدالله الكثيري مدير عام مركز الأعمال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. مهندس عبدالله مساء الخير. أهلا أهلا مساء الخير، حياك الله. يا أهلا وسهلا مهندس عبدالله. نتكلم عن رقم يعني أقل ما يقال عنه أنه رقم جيد وجميل فيما يتعلق بأتقن ومرحلته الثانية، ولكن قبل لا أسألك عن هذا الرقم يعني اسمح لي أسألك سؤال أكثر أهمية شوي حتى السادة المشاهدين يعني يطلعون أكثر على أتقن. ما هو أتقن؟ طبعا أتقن هي مبادرة أو هو تدريب مجتمعي، هي مبادرة طبعا أطلقتها المؤسسة. جميل. طبعا من ضمن رؤية المملكة 2030 في حصل مبادرات التحول 2020 للتحول الوطني، فالمؤسسة تبنت المبادرة هذه لتدريب مجتمعي لأفراد المجتمع كافة، يعني من عمر 15 فما فوق للبنين والبنات. وهذه أطلقت المؤسسة المبادرة هذه، والآن في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كانت في شهر 7 تقريبا. جميل. لمدة 3 أسابيع، والحمد لله تقدم على المؤسسة أكثر من 20 تقريبا 18,500 تقريبا اللي متقدم للبنت ولأولاد وبنات. جميل. فالحمد لله استطعنا ان ندرب اكثر من 4,800 طالب للتدريب هذا النوع. جميل. التدريب هذا الان اطلق للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه طبعا كانت في مرحله الصيف، ونعرف مرحله الصيف هي مرحله تقريبا يعني هي بالنسبه لبعض الناس يعني استمتع بالاجازه، لكن الحمد لله يعني حيث المبادره هذه طبعا يراعاها معي المحافظ برعايه معي المحافظ، فقررت اللجنه التوجيهيه قالت لا نطلقها في الصيف عشان نستثمر اللي هم كانات المؤسسة، وأيضا نستثمر. جميل. اللي هم الموارد البشرية لمدربين المؤسسة، والحمد لله يعني في الأسبوع الأول حققنا أعداد طيبة، وللآن العدد في تصاعد، يعني لدى المبادرات هذه العدد في تصاعد. يعني الخبر هذا أنا أكلمت الأخوان، الخبر هذا بعد الخبر هذا تقدم تقريبا حوالي يمكن 500-600 على الويب سايت الآن موجود. جميل جميل. الآن يعني وصلت الحدود 10,000 الحمد. جميل. لله طبعا لسه باقي اسبوعين. سم. نعم. مهندس عبد الله يعني وش راح يستفيدون الناس اللي قدموا سواء كانوا ذكور او اناث؟ ما هي البرامج؟ ما هي الدورات؟ طيب انا الدوره ما يستفيدون، خلني اعطيك معلومه. هي الدوره طبعا 4 أيام. الدوره مدتها 4 ساعات في اليوم من الاحد الى الاربعاء. الدورات هي عباره عن دورات يعني متواصله في مجالات كثيره، يعني كانت المرحله الاولى هي 4 دورات للرجال ودورتين للنساء. المرحلة الثانية أنا أطلقنا 16 دورة. جميل. يعني مثلا أطلقنا من ضمن الدورات الجديدة، طبعا كانت الدورات القديمة اللي هو مثلا تجميل تصفيف شعر البنات، هذه عليها إقبال كبير كبير جدا جدا، وكانت عندي أيضا مبادئ صيانة الحاسب الآلي، وهذه أيضا عليها إقبال بالنسبة للبنات. أطلقنا أيضا للبنات الآن مبادئ فن القياد السينمائي، ومبادئ فن الكروشيه. جميل. والخياطة، وأيضا التصوير، مبادئ التصوير اللي هو تصوير فوتوغرافي. للبنين كان عندي اقبال في صيانه السيارات وتجديد التكييف للكهرباء المنزليه، هذه الاقبالات عليها. اللي راح يستفيد من المتقدم هذا في طبعا مهارات يعني جميله جدا في التدريب، حتى التدريب هذا نوعي طبعا اللي هو تدريب عملي. بحيث انه مثلا انا ودكم خلينا نتكلم مثلا البنت مثلا كل يوم تروح للكوافيره او تحجز المناسبه الصغيره، لما تتعلم مبادئ المكياج هي ما تحتاج تروح المكياج تروح للكوافيره وتستهلك وقتها وجهدها ومالها لأنها في أشياء صغيرة. اللي حصلوا على التدريب هذا أنا متأكد يعني إن شاء الله أنهم 90% من حاجاتهم للكوافير ما راح يحتاجونها. نفس الشيء بالنسبة لصيانة السيارات أو مثلا بالنسبة للكهرباء المنزلية، يعني حتى لو الشخص هذا أخوي ما استطاع مثلا أنه يسوي صيانة بنفسه، على الأقل هو مع اللغة الآن اللغة المهنية اللي يقدر يتعامل مع الكهربائي. مثلا الكهربائي مثلا تدريب التكييف، مثلا لو جاء فني تدريب التكييف قال له الكمبرسر عطلان، هو على الاقل يعرف ان الكمبرسر مو عطلان، ان المشكله اقل من كذا. جميل. هو عنده المهاره يعرف يعني يحدد نوع المشكله، حتى لو ما صلحه بيده يقدر يحدد نوع المشكله. فهذا. جميل. هذا المقصود من التدريب هذا، رفع المهاره او رفع المستوى او المهاره المهنيه لدى افراد المجتمع.
بشكل عام. جميل. هذا هو المطلوب، حيث ان مستقبلا ان شاء الله اتقن مراحل قادمه نسوي دورات متقدمه، هذه خطه حدث المؤسسه، لكن الان خلينا نرفع المهاره للجميع، يعني خاصه جميل. مثلا بالسيارات، في ناس الان كثيرين ما يعرفون اي شيء داخل الماكينه او في ميكانيكا السيارات، لكن الان لما ياخذ له دوره 16 ساعه لاربع ايام ويرفع المهاره حقته، اذا هو يبغى يتقدم موجود دورات متقدمه، اذا هو لا يبغى مبادئ في دورات اخرى ممكن يروح يعني. أنا أشكرك الشكر الجزيل مهندس عبد الله على المشاركة معنا اليوم وعلى هذه المبادرة الجميلة، شكرا على أتقن وشكرا على إتقانك معنا في مداخلتك الهاتفية، يعطيك العافية، شكرا. مشاهدينا العنوان الثاني معنا لهذا اليوم هو عن مهرجان الرياض للتسوق والترفيه والبرامج المتنوعة اللي أثبتت أنها متنوعة في هذا الموسم، ومعي للتعليق على هذا العنوان وعلى هذا الخبر الدكتور خالد السعيد، بداية وهو مستشار التنظيم للمهرجان وعضو اللجنة المنظمة. دكتور خالد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم يا مرحبا. وكذلك الأستاذ فهد العتيبي رئيس لجنة المراكز التجارية بالغرفة التجارية في الرياض، حياك الله أستاذي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور خالد، خلنا نبدأ معك يعني في السؤال الأهم، الفعاليات وأبرز الفعاليات اللي قدمتوها، باقي الآن أسبوع وينتهي هذا المهرجان، التنوع كان حاضر وموجود، سبق أنه استضفنا الأخوان عندكم وأتحفونا، وكذلك يعني على الميدان وفي المراكز التجارية شفنا حقيقة شغل جميل ومغاير للمواسم السابقة، فما هي أبرز الفعاليات اللي أنتم قدمتوها واللي راح تقدمونها خلال الأسبوع إذا كان في فعاليات أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة السنة إحنا يعني تحدينا أنفسنا بشكل كبير، الفعاليات كانت متنوعة ومبهرة للجمهور. أتصور أنه الوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلامية اللي احنا استخدمناها للوصول لأكبر شريحة من جمهور مهرجان الرياض كان لها دور وأثر كبير في التفاعل مع ما عرض عليهم من فعاليات دولية كبيرة من خلال فرق استقطبناها من خارج المملكة، وكان من أبرزها توقع الفرق الخاصة بسبيس تون والفرق الصينية والفرق الأكروباتية التي كان لها أثر كبير في تفاعل جماهير مهرجان الرياض. في الحقيقة أنه من أهم الفعاليات اللي كانت أثيرت هالسنة وكان هي عبارة عن استكمال لما بدأناه العام الماضي، هو شبكة البالون المحملة بالهدايا وجوائز مهرجان الرياض والتي نفذناها العام الماضي بنجاح كبير، وبالعكس طالبوا كافة المراكز التجارية المشاركة في مهرجان الرياض تنفيذ الفكرة التي ساهم فيها كثير من الشركات الراعية لإثراء مهرجان الرياض بالهدايا والجوائز. جميل. نعم. جميل. أستاذ فهد، عدد زواركم وتفاعل الزوار يعني هذه نقطة مهمة جدا، دائما الأثر الرجعي يأتي أساسا من الزوار، فكم وصلتوا يعني إلى العدد، إيش العدد اللي وصلتوا له واللي تطمحون له؟ باقي لكم أسبوع إلى الآن. قاعدين نجمع الأرقام إلى الآن، لكن أبشرك يعني أبشر الأخوان تقريبي المشاهدين لا الأرقام عالية جدا، الأرقام تجاوزت السنة اللي ماضية الضعف، اللهم لك الحمد يعني حتى الـ 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 بدون الحسابات وبدون الأرقام، المسألة ظاهرة للعيان يعني الناس اللي تحضر وتشوف التجمهر وتشوف عدد الزوار اللي حاضرين، هذا دليل نجاح بحد ذاته، تفاعل الأطفال، تفاعل الحضور، تفاعل الجمهور بشكل كبير على كل فعالية صارت في كل مركز تسوق، هذا دليل نجاح، دليل نجاح واضح للعيان، شفاف، الكل يشوفه. فيها الحقيقة أرقام عندنا، بس لسه أمامنا أسبوع ونتوقع الأسبوع الأخير يكون فيه تفاعل أكثر من البدايات. وترى على فكرة دكتور أستاذ فهد دائما يخبي المعلومات عننا، دائما يحب الأسرار والمفاجآت. ما أكب كل شيء مرة. إيه طول. حاولت فيه والله اللقاء الماضي، حاولت بس ما قدرت. بالعكس أنا يعني أنا طبعا أحترم وجهة نظره، لكن أنا أرى أنه حلو أن احنا نعلن عنها. هو إلى الآن الأرقام هي إلى حد ما تقريبية، لكن أنا واحد من الناس أقول لك أني أنا تفاجأت بالأرقام ولا وتفاجأت برؤية العين، أنه عادة حنا في مدينة الرياض، لو حنا نتذكر مدينة الرياض قبل 10 سنوات ومع بداية انطلاقة مهرجان الرياض، كنا نشوف الطرق الرئيسية هي خير عنوان إلى خلو مدينة الرياض من السكان والمقيمين إلى حد كبير. يعني اليوم حنا نشهد نقلة نوعية في تاريخ مهرجان الرياض ومدى تأثيره
على التواجد السكاني وزوار مدينة الرياض، واللي أثر بشكل كبير في إثراء الحركة الاقتصادية داخل مدينة الرياض. هذه نقطة مهمة جدا. نعم. يعني إيش دور المهرجان في عملية تفعيل الحركة الاقتصادية للرياض؟ وإحنا نتكلم عن عاصمة المملكة العربية السعودية، هي عاصمة 2030. نعم، إحنا لنا الفخر إحنا نقول إنه مهرجان الرياض للتسوق الترفيه تجربة نعتز فيها كلنا، وكان لها أثر كبير في أن تنتقل من مدينة إلى مدينة كتجربة ناجحة في عملية إثراء مدينة الرياض بالتخفيضات الموسمية. جميل. التخفيضات الموسمية هي تخفيضات حصل عليها أو حصلت عليها غرفة الرياض وجيرت إلى مهرجان الرياض لمنح التاجر حقية الحصول على ترخيص تخفيضات لمدة 30 يوم إضافي إلى المدد الزمنية المسموح بها له خلال السنة. وبالتالي أعطينا فرصة للتاجر أنه يستطيع أن يمنح السوق ويمنح المستهلكين فرصة أكبر للحصول على التخفيضات للبضائع. حنا السنة نقول أنه في يعني خلينا نقول أنه عادة الماركات العالمية، وهذه طبعا نفتخر في ان احنا نقولها، الماركات العالمية احنا واجهنا في اول 5 سنوات من تاريخ مهرجان الرياض منذ انشائه من 13 سنة مشكلة كبيرة في انه لهم دورة زمنية معينة للتخفيضات. صح. وكانوا دائما وابدا يعترضوا على فكرة انهم ينضموا الى قائمة تجار اللي يمنحوا تخفيضات لمدينة الرياض في مهرجان الرياض للتسوق الترفيه. الان وبقت من خلال التجربة العملية استطعنا أن ندخل كل الشركات والماركات العالمية من كل القطاعات اللي تخدم المستهلك. جميل. إن كان في جميل. قطاع الملابس أو العطور أو الأثاث المنزلي أو إلى آخره. جميل. فبالتالي إحنا نقول اليوم إحنا عندنا حوالي من 2500 محل تجاري إلى 3000 محل تجاري مشارك في تخفيضات مدينة الرياض. أنا ما أبغى أذكر ماركات معينة، لكن أكبر الماركات في قطاع التجزئة موجودة، وهذا فخر لنا. صح. الحمد لله رب العالمين، هذا شفناه حنا فعلا. نعم. هذا كلام موجود. أستاذ فهد، نقطة مهمة جدا بحكم الاختصاص، المراكز التجارية وتعاملها، سألتك عنها تقريبا قبل أسبوعين وكان في تفاعل منهم، كان في تقدير، كان في يعني مسؤولية اجتماعية نقدر نسميها بهذه الطريقة. تفاعلهم حاليا، هل في مراكز تجارية غارت من الثانية وقالت لابد أنكم تكونون عندنا السنة الجاية ولا لا؟ هذا ترى سؤال برضو عشان يطلع. لا، هو السنة ذي تقريبا أنا سبق وقلت لك أنه الكل مشارك السنة ذي. ما في أحد قال أنا أبغى أشارك أكثر؟ طبعا إيه، في تحمس. إحنا في لجنة المراكز التجارية تحديدا في تقبل كبير للدخول في المهرجان السنة الجاية. في مؤشرات الحقيقة للسنة القادمة إن شاء الله المهرجان أنه ينتقل إلى مرحلة مغايرة عن كل المراحل السابقة. سبق وذكرناها على وسائل الإعلام، دعم سمو أمير منطقة الرياض، دعم هيئة الترفيه، دعم الهيئة العامة للسياحة، توجه حقيقي، توجه وتوجيه مباشر من أمير الرياض لنا في اللجنة ومباشر لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس اللجنة السياحية أنه السنة الجاية لازم يكون المهرجان دولي على الأقل منافس على مستوى الخليج. هنا احنا نتكلم عن ميزانية حتكون إن شاء الله بإذن الله ضخمة، نطمح في 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 مرحلة مغايرة تماما، مرحلة جديدة تماما. التسهيلات اللي صارت من هيئة الترفيه تحديدا كانت نقلة السنة ذي، نقلة نوعية كبيرة، تسهيل إجراءات في التصاريح، تسهيل إجراءات في التنسيق بين اللجان المختلفة. نقدر نقول أن الدورة البيروقراطية اختفت. اختفت تماما. جيد. وهنا حنعدي الستب أكبر بإذن الله. لأن الواحد يركز في البيروقراطية والأوراق. نعم. يركز في مضامين الفعاليات نفسها. حتكون في قفزة إن شاء الله. ما هو السر أن نقول ولو المرة نقوله أنه توجيه سمو أمير الرياض أنه حيكون في لجنة خاصة أكبر من كذا بكثير، توسعية للمهرجان، حيكون في أمانة عامة للمهرجان تبدأ خلال الشهرين القادمة أو الكم شهر الجاي إن شاء الله حسب توجيه سموه. جميل. وحيكون فيه تعاون كبير بين جميع الجهات الحكومية. صحيح أنه الغرفة التجارية تنسق تتولى التنسيق، لكن دخول هيئة الترفيه، دخول أمانة منطقة الرياض، هذا حيكون بحد ذاته نقلة كبيرة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. ختاما دكتور خالد، في مفاجآت ودك تعلن عنها؟ نعم صحيح. نعم. شايف السفاهد هذا اللي بيحن المفاجآت.
بعد اسبوع انا ترى انتظر الرقم بعد اسبوع رقم الزوار لا نفتخر فيكم الرقم عزام موجود الرقم لا 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 احنا نبغى الرقم النهائي حتى فعلا نبين للناس جهودكم انا ما ابغى ما ابغى اقول ان تجاوزنا ال 22 مليون زائر لكل الجمعيات لا نبغى نعطي الرقم بعد ان هذا هو عشان كذا انا اقول لك انتظر بعد اسبوع لان فعلا يهمنا حتى نبين للناس مدى تفاعل الجمهور معكم ونبين دوركم لان في كثير ناس ينتقدونهم مش عارفين اساسا وش اللي قاعد يصير على الارض لو تساله تقول انت زرت يقول لك لا طب شلون قيمت يقول لك والله فلان قال لي فاحنا ودنا فعلا نبين بالارقام بشكل شفاف وواضح ايش اللي قاعد يصير انا عندي اضافه دائما انك انت مصر انك انت تعرف معلومه فخليني اقول لك انه عاده احنا نعتمد على مركز ماس للمعلومات التابع لهيئه السياحه والتراث الوطني جميل. اليوم احنا تطور الوضع الى انه يكون المراكز التجاريه المشاركه في مهرجان الرياض عندها نظام للعد الالي جميل نعم جميل. فبالتالي احنا استطعنا الحصول على عدد في اول 10 ايام من مهرجان الرياض في عدد قليل جدا من المراكز وتجاوزنا في 5-6 ملايين فقط لست مراكز تجاريه مشاركه من اصل اي من لا في اسبوع واحد في فئه اي في من اصل يعني خمس مراكز او ست مراكز الكاونتينج او التعداد حقهم من 15 مركز مشارك فانت جميل تستطيع جميل. أن احنا نقول احنا تجاوزنا حيز ال 15-16 مليون زائر. طبيعة مدينة الرياض طبيعة الجو في مدينة الرياض يجبر الجمهور إلى التوجه إلى مراكز التسوق والترفيه والآن صحيح. نحمد رب العالمين ونشكر ونشكره أنه المراكز التجارية وقطاع المنافسة بينهم وبين بعض أثرى وكان لصالح المستهلك من صح. ناحية الخدمات المقدمة من ناحية الديكورات من ناحية الاستمتاع بجو جميل من ناحية مراكز الترفيه لداخل المركز من ناحية الماركات العالمية المتوفرة اللي الناس كلها كانت تدور عليها وتروح تسافر لها برا عشان تشتريها الآن أتوقع أنه غالبية الماركات العالمية موجودة في صح. مدينة الرياض صح. اليوم احنا كنا نعاني من جزئية الطقس داخل أو في مدينة الرياض لعدم خروجنا خارج نطاق المراكز التجارية لعمل فعاليات ترفيهية اليوم مع دخول هاي الترفيه طبعا احنا من خلال موقعنا هنا في البرنامج نشكرهم شكر جزيل جدا على دعمهم لمهرجان الرياض وشراكتهم الاستراتيجية في مهرجان الرياض اليوم احنا انتقلنا من الفعاليات الداخلية ان انهينا المرحلة الأولى من مراحل مهرجان الرياض بنهاية يوم 1 أغسطس 1/8 ننتقل إلى مفاجأة مهرجان الرياض ولأول مرة في مدينة الرياض السيرك العالمي دراجون أكروبات جميل وراح يكون موجود إن شاء الله في مركز معارض الرياض الدولي ابتداء من يوم الأربعاء القادم 2/8/2 أغسطس ولمدة شهر كامل طبعا راعينا فيه أنه أول شيء احترافية الفقرات المقدمة تنوع الفرق من على مستوى العالم الأهم والأهم وأتوقع أنه هو اللي يهم الجمهور وكان يهمنا في اللجنة المنظمة أنه تكون الأسعار في متناول الجميع يعني كافة فئات المجتمع تستطيع أن تدخل السيرك وتستمتع بفقراته ولمدة شهر كامل إن شاء الله وهذه أنا أتوقع وأتصور لنا ولكم أن هي مفاجأة حلوة من مفاجآت مهرجان الرياض ومفاجأة مدينة الرياض للجمهور مدينة الرياض وسكان وزوار مدينة الرياض لا هذه مفاجأة جميلة ونشكركم عليها راح يكون في يوم 2/8 يبدأ 2/8 الأربعاء إن شاء الله في مركز معارض الرياض الدولي البوابة رقم 2 هذه طبعا تعني شيء كثير لنا وتعني تقريبا تمديد للفعاليات الخارجية صح. حتى لو نوعيا توقفت بعض الفعاليات داخل المراكز التجارية حابين ننوع حابين نطلع من الصندوق حابين نفكر أكثر الحقيقة فكرة السيرك فكرة طموحة جدا لأنه على حد علمي مستشار التنظيم يدري أكثر مني بس أنا أقول على حد علمي أنه العرض مدته ساعتين العرض الواحد وفيه نفس العرض في تنوع دولي في أكثر من عارضين من أكثر من دولة يعني أتوقع فيها عرض أوروبي للأول مرة في المملكة فأكثر من دولة أوروبية في ألعاب خطرة وحنا تعمدنا أن يكون فيها نوع من أنواع التشويق للجمهور وأتصور أنه في عندنا عرضين كمان أستاذ فهد
في عندنا عرضين، عرض يبدا الساعه 7 مساء والعرض الثاني يبدا الساعه 10:30 مساء. يعني هي بدايه الفعاليه تكون الساعه 7 7 مساء بدايه العرض مده ساعتين. هنا ما ودي انسى شيء سبق وقلناه في الحلقه عن الجاده او الطريق حق الشباب. ايوه اي هو بسبب وجود السيرك، والسيرك اصلا عائلي ومنوع، حرارة الجو كذلك، اللجنة اجتمعت وتقريبا قررت أنها تمد شوية في الفعالية الخارجية اللي هي للسيرك لمدة شهر. وهنا خلال مدة السيرك تقريبا الفترة الأسبوعين الأولى سيتم الإعلان إن شاء الله عن طريق هيئة الترفيه ورزنة الترفيه عن الجادة بإذن الله، جادة الشباب، جادة الرياض أو جادة الشباب، جادة الشباب. هذه هي ما زالت موجودة وقائمة حتى لو أجلت قليلا، يعني أجلت لتوسعة الأمل لدخول الأمانة ودخول هيئة الترفيه بشكل أوسع فيها. فهي الفكرة قائمة وما زالت موجودة، لا يشبون علينا يقولون الحين نسيتونا. لا بالعكس، أنك تنوهت عليها لأن العالم والله متحمس. إن شاء الله بإذن الله والشباب متحمسين. أنا أشكركم طبعا الشكر الجزيل سواء دكتور خالد أو أستاذ فهد على حضوركم اليوم على المعلومات اللي قدمتوها، شكرا جزيلا. وفعلا ننتظر بعد أسبوع الأرقام لأنه إحنا نود أن نعلنها حتى نثبت للناس بأنه هذا عدد الزوار وهذه هي يعني بالملايين الأرقام موجودة، حتى أن الشخص اللي ينتقد بدون دراية، لأنه إحنا ننتقد النقد البناء ولكن في أشخاص كثيرين ينتقدون النقد للأسف الشديد لغرض الانتقاص، وإحنا ما نبغى هذا الشيء أبدا، لأنه إحنا نعرف أنه إحنا لما نشد يدنا على يدكم أنتم راح تبدعون أكثر. فبالتالي إحنا يهمنا الرقم الأسبوع القادم حتى نثبت للناس وللعيان بأنكم أنتم اشتغلتوا، وننتظركم الموسم الجاي إن شاء الله. بإذن الله. الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا بكذا أخبار البلد انتهت، إلى القضية. مشاهدينا سمعنا عن قرار توطين البقالات والتموينات، ويعني دائما وأبدا نتكلم عن التوطين بأنه أمر إيجابي 100%، ولكن اليوم سنتحدث عنه بشكل شفاف بشكل واضح مع مختصين حتى نعرف هل هذا التوطين سينجح أم لن ينجح مثل أي قطاع آخر سبق أنه وزارة العمل اشتغلت عليه ووطنته وجعلته 100% من الشباب السعودي. كان الأخير هو توطين الاتصالات وقطاع الاتصالات اللي شاهد هزة حقيقة فيما يتم تقديمه من صيانة أو حتى بيع للأجهزة، ولكن نتكلم اليوم عن هذا القطاع اللي راح يوفر عدد كبير جدا من الوظائف بالآلاف. هل هو قطاع جيد لتوطينه أم يحتاج إلى تريث وصبر؟ بعد التقرير. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل حاليا على إصدار قرار بتوطين نشاط البقالات والمنتجات التموينية الاستهلاكية بنسبة 100%. القرار سيسهم في توطين أكثر من 20,000 وظيفة للمواطنين خلال عام. توطين وظائف البقالات سيقضي على التستر وسيحد من البطالة. مختصون أجمعوا على أن التستر التجاري هو السبب الرئيسي في زيادة نسبة البطالة بين السعوديين، ويستحوذ على أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مجرم قانونيا، وتصل العقوبة فيه إلى السجن سنتين غرامة مالية تقدر ب4 ملايين ريال. تقارير اقتصادية تشير إلى أن العمالة الوافدة في المملكة تسيطر على جميع أنواع القطاعات التجارية المختلفة، وأن نسبة التستر التجاري في اقتصاد المملكة يزيد على أكثر من 80% في مختلف القطاعات التجارية، حيث أن هناك سيطرة كبيرة من العمالة الوافدة المتسترة، ويتم إدارتها من خلال التستر التجاري من بعض ضعفاء النفوس، كما أن بعض رجال الأعمال يشجعون على التستر ولا يراعون مصلحة الوطن والمواطن في ذلك، وهم يعلمون أن التستر التجاري يحمل الكثير من السلبيات مثل رفع معدل البطالة والتضخم ومنافسة أبناء الوطن من شباب وشابات على الوظائف وهدر مليارات الريالات والتي يتم تحويلها إلى الخارج، فضلا عن تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني. طبعا مشاهدينا شاهدنا التقرير وسمعتم ما ذكرته قبل التقرير، مهم جدا التوطين ولكن يجب أن نتحدث عنه بشفافية حتى نعرف أنه الشيء الإيجابي الجميل والعمل الإيجابي الجميل لا يتحول وتطغى عليه السلبية. معي الدكتور صالح السلطان المستشار والخبير الاقتصادي هنا في الاستوديو. دكتور صالح مساء الخير. عليكم السلام. مرحبا أهلا حياك الله. يا أهلا وسهلا. وكذلك طبعا من جدة الأستاذ محمد عفيف المحامي ومحامي القضايا الاقتصادية تحديدا. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
دكتور صالح، عودة لك. احنا يعني سمعنا وشاهدنا وتكلموا كثيرا عن توطين التموينات او البقالات، وانه قطاع سيوفر عدد كبير جدا بالالاف للشباب والشابات في يعني محاربة للبطالة، وهذا امر جيد جدا بل وبالغ الأهمية. دكتور صالح، النقطة المهمة الان، هل هذا القطاع جاهز للتوطين ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز؟ لا، نقول لك انه جاهز لانه يعتمد على شمعة التوطين. ان تقول لي في خلال سنة سنتين اقول لك لا. تقول لي 10 سنين 7 سنين 8 سنين 6 سنين اقول لك ممكن، دي ما هي فيها يعني يحتاج الموصل تفاصيل ما يصدر فيها. السبب الجوهري الاول اننا عشنا على 50 60 سنة نعتمد على الوافدين في تشغيل التجزئة والبقالات والاسواق وما اتبعها كلها. تريد انها تقلب هالوضع في سنة سنتين صعب جدا. يعني ممكن تسويه لكن سيكون له اثار ايضا ضار، يعني قد يتحول ايجابيته الى سلبيه. ايه قد فيه، لان لا اعرف. نعرف تعرف ان البقالات او شيء تتفاوت في الحجم، في اللي 10 متر مربع وفي اللي ترتفع الى صعب انك توصلها الى مقاس تقول ان هذا ما بزاد ليس بقاله. يعني هل السوبر ماركت الصغير تعتبره بقاله ولا ماذا تعتبره؟ اذا قلت لا استثنيته فعلى اي اساس؟ وش المعيار بالضبط؟ تداخل المهام في بعض البقالات ممكن تبيع اشياء يحتاج لها مهنه، يعني لحم، جزاره، خبز، مخبز داخلها كذا تحتاج لها اعداد فني صح، وليس مجرد بائع صح. اللي يسمى الكاش تحتاج لها مهاره فعلا، يحتاج لها مهاره. الشيء الثالث تغلغل الموضوع. يعني انت تتكلم عن شيء على مدى 60 سنه عندنا تغلغل، خلاص صار شيء عرف انه خلاص انك تدخل اي محل انه غير سعودي وافد اللي يعمل فيها، بما فيها حتى ناس بسطاء عنده مبلغ بسيط واستثمر فتح بقاله واتى له بوافد يمكن هندي وغيره ويشتغل فيها. تريد تقول له لا خلاص انا صوتناها، معناه انه يضطر يبيعها. هذا اللي عنده مبلغ الدخل بسيط، موظف بسيط، انا ما اتكلم عن اثرياء، سيضطر يبيعها بثلث ربع قيمتها او كذا، لانه يقول له اشتغل فيها انت نفسك وكما اقدر انا مشغول او الظروف على اسباب، امراه كبير بالسن، مريض، يعمل عنده وظيفه او انه عنده فرصه، لانه ممكن يشتغل يقول لا انا عندي وظيفه تعلي دخل احسن منها ما يشتغل فيها. صح، فظروف كثيره لازم تراعى تدرس جيدا بالتفصيل. شيء ثاني، ثم النقطه الثالثه انه ما لها داعي انك تقول اوطن 100%. يعني ما نحتاج 100%، يكفينا في البلد ان نشوف المحلات القطاعات ان الغالبيه فيها سعوديين. يعني هذا المقصد لو وصلوا الى 70 جيد يكفي. هذا يعني ان الغالبيه اقصد، نقول 60 70 80 فقد اخذوا رد في النسبه، لكن يكفيك انك تجد ان الغالبيه العظمى فيها سعوديين بعد نقول مثلا 6 7 8 سنوات. صح، لكن ليس بالضروره انك تقولها 100%. جيد. أستاذ محمد، يعني سؤال قانوني شوي ونحتاج فعلا رايك فيه، ما هي الاجراءات التنظيميه التقنينية اللي يحتاجها قطاع مثل هذا القطاع قبل أن يتم توطينه بأي نسبة كانت، سواء كانت 50 70 أو 100%؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بالنسبة للتستر التجاري وظاهرة التستر التجاري، طبعا يوجد نظام خاص بالحد من هذه المخالفة، وجاء في نظام مكافحة التستر التجاري في المادة الأولى بأنه التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري لحسابه. وأيضا المتستر يعني إذا قام بتمكين غير السعودي من استخدام سجله التجاري فإنه يقع تحت طائلة هذه المخالفة. وأيضا يلاحظ أيضا من خلال هذا التعريف في نظام التستر التجاري أنه المستثمر الأجنبي الحاصل على ترخيص من هيئة الاستثمار الأجنبي يقع تحت دائرة المخالفة هذه في حال أنه مكن غير السعودي من استخدام ترخيصه الاستثمار الأجنبي. ونستخلص من هذا التعريف أنه التستر التجاري لا يمكن أن تكون قائمته إلا بتوافر ثلاثة أركان، وهي المتستر والمتستر عليه والسجل التجاري. بدون هذه الأركان لا تكتمل هذه المخالفة. وايضا لوجود هنالك شروط معينه لهذا التستر التجاري، توجد هناك شرط وهو عدم وجود تبعيه واشراف من قبل صاحب العمل على العامل. نعم، جيد جيد. استاذ محمد، نتكلم عن التستر التجاري وهو نقطه مهمه جدا. يعني نشاهد الان في اي قطاع من القطاعات سواء
تم توطينها 100% أو حتى النسبة مختلفة، ولكن نجد أنه فعلا التستر التجاري موجود وحاضر. نعم. المشكلة أستاذ محمد، ونتكلم عنها بشفافية وصراحة ووضوح، بأنه التستر التجاري هو تعاون بين أحد المواطنين وأحد المقيمين، فبالتالي هنا يكمن الخلل. كيف ممكن يتم محاسبة هذا المواطن اللي سهل إجراءات التستر هذه على المقيم، وكيف يتم محاسبة المقيم اللي استفاد منها؟ لأنه دائما وأبدا قانونيا نحن نتكلم المصدر هو الذي يجب أن يتم محاسبته بتغليظ أكثر من المتنفع، ولا لا؟ نعم صحيح، هنالك إجراءات نظامية للبحث والتحري عن المخالفات تقع في التستر التجاري، وهي أولا تقوم وزارة التجارة بحسب المادة 2 من نظام مكافحة التستر التجاري بالبحث والتحري عن هذه المخالفات. فبالتالي بعد ما يتم استكمال الإجراءات الأولية وهي تسمى مرحلة الاستدلال، تقوم بإحضار المشتبه بهم وسماع أقوالهم حيال هذه المخالفة، وبعد ما يتم استكمال ملف القضية يتم تحويلها إلى النيابة العامة، والنيابة العامة بدورها تقوم بمرحلة استكمال الإجراءات التحقيق وفحص الأدلة التي عرضت أمامها، وبعد كذا في النيابة العامة إما أنها تقرر حالتين حسب ما هو منصوص عليه في نص المادة 126، إذا رأت أن الأدلة كافية تجاه المدعى عليهم بوجود هذه المخالفة فيتم حسب المادة 126 إلى إحالة هذه المعاملة إلى المحكمة المختصة. أما في حال عدم توافر الأدلة أو هنالك أدلة ضعيفة أو لا ترقى أنها تصعد إلى المحكمة، فيتم حفظ الدعوة استنادا للمادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية. جيد. دكتور صالح، نفس السؤال أنا بودي أسألك إياه بحكم أنك أنت رجل يعني خبير اقتصادي. التستر التجاري تحديدا أضراره على الاقتصاد، لأنه هو المتنفع منه شخص واحد يتقاضى 2000-3000 ريال في الشهر وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟ بكل بساطة 2000 أو أقل أو أكثر. إيه أو أقل أو أكثر طبعا، لكن ماذا تقصد بكلمة أن التستر التجاري؟ نتكلم على سبيل المثال عن إحدى البقالات، إحدى المحلات اللي يقوم شخص مواطن بفتحها وفتح السجل التجاري وإصداره وكأنه هو صاحب المنشأة. لأن في النظام ما ذكر أنه مكافأة عندي أمامه، لأنه سبق أن أكتب فيه مقال في الموضوع. إيه؟ أنه مكافأة تستر كل من مكن غير السعودي من استثمار أيوة. أو ممارسة أي نشاط، أي جيد. نشاط محظور عليك، التجاري أو المهني، الصناعي، الاقتصادي، الزراعي، عمل السمسرة، الوساطة، الأعمال الصرفية، بنكية، تعليمية، نقل أو غيرها من الأنشطة، يعني عام أي نشاط غير كذا كذا، الذي يعمل بأي طريقة أخرى، كم عمل بالنسبة أو القطعة إذا كان يحصل عليها أعلى بالنسبة. في العبارات اللي واردة في نظام مكافحة التستر واسعة جدا، مطاطية، لا واسعة جدا، بحيث أني كتبت مقال قلت أنها تطبيق النظام بهذه الصورة هذه غير ممكن بذاته. تقول لي كيف؟ في أنشطة كثيرة، أنت لما يكون واحد عطل عنده جهاز ولا شيء، ولا أتي بنجار يصلح البيت ولا يبلط له بيته، إذا أنت تعامله بالمتر وتعطيه له هذا تستر. لكن إذا صاحب العمل الشركة أعطاه راتب هو مو عمل، لن يعمل سيخسر. إذا هو عنده محل مثل بقالة أو كافتيريا بوفيه أو محل تصليح أجهزة كهربائية أو شيء مثل التكييف أو شيء، إذا صاحب المحل هذا اللي يملكه أعطاه راتب وقال اشتغل، يعني معروف أنه سننتج يمكن ما يربح، لأنه اللي يطلع رقيب على رأسه بيعرف شيء يدخل عليه. صح صح، في ضبطها متعب المسألة دي. لكن طبعا اللي فيها استثمارات والشركات وأعمال كبيرة هذه واضحة، هذه واضحة، لكن الأعمال الصغيرة التي طبيعتها مهنية هذه مشكلة فيها طبيعة تطبيق المكافحة التستر فيها. جيد جيد، متعب ضبطها متعب، لكن الإشكال النظام الإقامة عندنا يساعد على وجود هالشيء، لأن الإنسان بيفتح محل إذا يريد يشغل واحد ثاني في البلد يمكن يقولك لا لازم ينقل كفالته، إذا كذا ما ينقل كفالته ما وجد ما هو مشغل، بيضطر يروح يطلب تأشيرة، هذا اللي تحدث على مدى 40 سنة. إيه يستقدم واحد استيراد يد عاملة فيفتح محل، أنت تقول وظف سعودي يقول ما أقدر ينافس، لأنه معروف أنه ما ندخل في التفاصيل، لكن معروف أنه هذا اللي عنده غير سعودي وذاك اللي عنده سعودي بيطلع تكفة سعودي أعلى. مظبوط، معنى الظروف كثيرة، راتب ولا ساعات دوام وكذا والضغوط إلى آخره، فبيضطر يأتي بغير سعودي وتستفحل الموضوع. أنت إذا بتسهل على الموضوع تغلق عليهم باب أنهم ما يزيدون في الاستقدام، سهل تنقل الموجودين في البلد أنه ينقل بين العمال، بحيث تقول له لا ما له داعي أنك تستورد يد عاملة، يقول طيب محتاج وظف من الداخل سعودي أو غير سعودي. جيد، يعني نحاول نغلق الباب توسع.
مشكلتنا الأولى أن النظام يساعد على التوسع في الاستقدام. لكن لو قفلناه يصير عدد جامد والسعوديين يزيد عدد مع السكان مع الوقت وإذا ما يزيد عددهم فمع الوقت النسبة تنتقل. صح صح فعلا. اسمح لي دكتور صالح أني أرحب بالأستاذ مطلق البكمي رئيس تحرير صحيفة مال عبر الهاتف. أستاذ مطلق حياك الله. الله حيك يا هلا مرحبا بك الخير ومسي ضيوفكم ومشاهدي الكرام. أستاذ مطلق يعني اسمح لي أسألك سؤال مهم جدا في عملية تطبيق نوع من أنواع هذه القرارات. احنا نتكلم عن توطين قطاع مهم جدا الوظائف فيه بالآلاف. وش أهمية تطبيق التوطين في هذا في هذا القطاع؟ طيب إذا سمحت لي أنا بشرح بعض الأشياء وبعدين يمكن في آخر المداخلة بضع بعض الحلول مثلا بعض بعد الإذن. أنا أعتقد ما تتخذه بعض الجهات الحكومية هو مسكنات فقط، يعني على اعتبار سواء توطين البقالات أو توطين غيرها. يعني عندنا تجارب سابقة فشلت فشلا ذريعا يعني حقيقة، سواء توطين الخضار أسواق الخضرة، توطين المحلات سيارات الأجرة وغيرها. مظبوط سيارات الأجرة. فبالتالي إيش الجديد؟ هو بس فقط علشان يكون هناك نوع من الهاشتاج على سبيل المثال فترة مثلا أن توطين هالقطاع هذا. طيب والنتائج؟ نتائج صفر حقيقة يعني في كل الأحوال، لأن يعني كثير من الجهات هي تستخدم البنادول بدل ما تستخدم المضاد الحيوي. هي مسكن فقط يعني على سبيل المثال من ضمنها عملية التوطين البقالات، وقبلها على سبيل المثال محلات توطين محلات الاتصالات مثلا في كل الأحوال. أنا وهذه وجهة نظر يعني في كل الأحوال ما أعتقد أنها نجحت بذاك يعني كما روج لها، ودخول حوالي 5 قطاعات أو وزارات حكومية في نفس الموضوع، لأن أعتقد أنه كان تفكير بدائي في عملية التوطين في هذا. يعني أقدم دليل على هالجانب هذا، إحدى الشركات التجزئة المشهورة اللي تم تداول أسهمها في السوق، أو خلينا نسمي يعني في كل الأحوال هي ملكية عامة، شركة جرير على سبيل المثال نتائجها في الربع الثاني نمت تقريبا إذا ما خلنت الذاكرة يمكن بحوالي 20% أو أكثر، وكان سببها واحد هو توطين قطاع الاتصالات. يعني الناس اتجهت يعني ما اتجهت للمحلات هذه اللي تم توطينها، لا اتجهت للشركات لأنها لها اسم بشكل كبير جدا. وبالتالي حتى عملية التوطين اللي تمت، خلينا ناخذ يعني على جزء من أخبار وزارة العمل في هالجانب هذا، هو فقط تقريبا كان الواجهة السعودي والخلف، يعني كثير منهم أجانب خاصة في موضوع الصيانة ولا شيء زي كذا، فبالتالي ما عملنا شيء. أنا أعتقد وهذا عشان كذا أنا بدخل في الحلول. أنا أعتقد إذا أردنا فعلا يكون عندنا توطين لقطاع التجزئة في تحليل البقالات، هناك أنا وجهة نظري حل، أعتقد أن حل ممكن يكون عندنا تجربة ناجحة، حل جذري أنه مثلا على سبيل المثال نروح للشركات الهايبر، يعني مثلا التميمي، الدانوب، البندا، الشهادة زي كذا، ونعطيها مميزات أكبر على أنها تطرح أسهمها في الاكتتاب، يعني تكون ملكية عامة وليس ملكية خاصة، يعني يتم تداول أسهمها في سوق المال، ويتم يعني هذه الشركات يعطى لها مساحة أكبر في أنها هي التي تستحوذ على البقالات. دائما الموظف إحنا دائما لا يمكن تخلق من الناس تجار، لا يمكن تخلق من باحثين عن وظيفة تجار. أنت في كل الأحوال تبحث عن هالشخص هذا يبحث عن لقمة عين عيش، يحتاج إلى أمان وظيفي، يحتاج إلى تأمينات اجتماعية، يحتاج إلى تأمين طبي، يحتاج يعني في كل الأحوال يشعر بقيمته كإنسان قبل كموظف. ليش الناس تتجه للقطاع الحكومي؟ لأن فيها الأمان الوظيفي أكبر. أنت كذا إذا جيت لها الشركات هذولي، هذه الشركات هتستثمر، هتوظف سعوديين على سبيل المثال في البقالات اللي بتكون يعني ممكن تكون زي ميني ماركت أو بقالة صغيرة مثلا على سبيل المثال، تكون فيها سعودي مثلا على سبيل المثال أو سعوديين، وبالتالي تقدر أنك أنت تستثمر. هنا تم تدوير رأس المال بشكل أو بآخر، وظفت سعودي من خلال إيجاد وظيفة يعني متكاملة وأمان وظيفي وأمور كثيرة جدا. ليش ما تنجح مثلا على سبيل المثال سعودة، أو حتى لو أنا أو أنت أو أي أحد من المشاهدين يبي يروح يفتح بقالة ما يقدر؟ وش السبب؟ لأن هذه تكتلات موجودة. صح. هذه تكتلات على مر عقود من الزمن، أصبحت هناك بعض الجنسيات مسيطرة على بعض القطاعات. صح صح يعني صح. مسيطرة سيطرة كاملة، سيطرة كاملة. يعني لو أنا مثلا بفتح هو أوكي أقدر أفتح مثلا على سبيل المثال، لكن أنا لو بروح أشتري من 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 الجملة هناك، هذا برضه هناك تكتلات أخرى.
بالجمله. صح فعلا. اوكي فبالتالي تلقاه يبيع مثلا المنتج اللي مثلا سعر الجمله مثلا 100 ريال تلقاه يبيعني فيها 100 ريال بس يبيعه ابن جلدته ممكن بتصغير ريال في فرق 10 ريال يقدر هذاك يلعب فيها هامش ربح بشكل اكبر فبالتالي ينجح لان يصبح مثلا يبيع مثلا المنتج ب 95 بينما انا مثلا اقدر ابيعه مثلا ب 505 ففي فرق اكثر انا اعتقد. جميل. لذلك جميل. انا اعتقد من وزاره العمل يفترض وزاره العمل ان تتجه اذا هذا فعلا اذا جاتك عمليه التوطين تحديدا انها تبدا تتجه الى العمل المؤسساتي. احنا عندنا تجربه ناجحه جدا ونجحتها وزاره العمل اللي هي شركات الاستخدام كانت محلات متفرقه. صحيح. وحدتها كان اجتمعوا رجال اعمال سووا تلك التلات قيمه يعني اقل شركه تقريبا 100 مليون على سبيل المثال قدرت انها تخلق نوع من تجاره رابحه. اصبحوا هذول الاشخاص الشركات الان ناجحه بكل المقاييس. انا اتكلم الان من ناحيه استثماريه تجاريه ما اتكلم من ناحيه خدمات او شيء زي كذا لان هذا امر اخر فناخذ دون عدل لكن نجحت. فانا اعتقد وزاره العمل اذا هي تحتاج انها تنجح موضوع توطين البقالات او غيرها مثلا من القطاعات انها تبدا تشتغل او تعمل على العمل المؤسساتي. المؤسساتي هو 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 الخيار الانسب وهو الذي سيساعدها فعلا في التوطين. جيد استاذ مطلق انا اشكرك الشكر الجزيل على المشاركه وعلى المعلومات اللي قدمتها يعطيك العافيه. دكتور صالح انا راح اعطيك مثال وابغى تعليقك عليه فيما يتعلق بالبقالات تحديدا. شخص سعودي يقول انا كنت ابغى اشتغل وهذه قصه انا وقفت عليها بنفسي قبل تقريبا سنه من الان. قال انا ابغى افتح البقاله هذه وابغى ابدا يعني استرزق انا متقاعد وابغى اشتغل الشغله هذه. فتح البقاله وهو الحاله وصار يشتغل فيها. حق الجرايد ما ينزل له جرايد. حق الالبان والاجبان ما ينزل له البان واجبان. ليه؟ لانه شافه سعودي. اقول لك يا القصه هذه حقيقيه 100%. يقول لين جاني سوداني دخل علي البقاله. يوم دخل علي البقاله قال انا بتعاون معك وبشتغل معك وكذا واتفقوا على راتب معين وما الى ذلك. ثاني يوم دخل البقاله يقول بقالتي ما عرفتها. كل ما لذ وطاب في البقاله موجود. ليه؟ لانهم شافوه اجنبي. القصه هذه حقيقيه يا دكتور، وش تعليقك عليها؟ اللي ذكرت تفضل فيه الاخ مطلق واللي ذكرته انا اقول فيه انك انت تراكمات على مدى 60 عام. صح يعني لم ينجح التوطين اذا لم ينجح توطين المصدر ولا انا غلطان؟ ما اقول لك لا مو انه غلطان لكن كيف تاخذ الموضوع يعني يحتاج له تفاصيل ودراسه وتعمق كذا تاخذ كله من جذوره من تفاصيله يعني يكون الوزاره لوحدها ما تكفي تاتي ناس يفهمون بالصنع يعني اشتغلوا بقطاعات بالشغله ذي ممكن سعوديين كانوا يشتغلون في شركات تجزئه في بقالات قبل يعرفون خبايا الامور تستعين فيهم. جميل. يعني يعرفون تسلسل الموضوع من الالف الى الياء وين مواطن وين كذا يعطون تصور واضح اكثر من انه موظف حكومي يمكن ما يعرف التفاصيل كثيره مثل اللي مارسها وممكن تقاعد تركها لاي سبب. جيد. ينور في الموضوع كيف نعالجها. ممكن مثل تفضل انك تنشئ الشركه تبدا فيها مثلا كذا مدعومه او تاتي السوبر ماركت تدعمها وتبدا توطن فيها سعوديين يبدا يتفهمون الشغله يدخلون فيها يعني يفهمونها اكثر تبدا فيها التدرج. مثل انا اذكر يعني في اشياء كثيره كانت في زمان كان الغالبيه فيها غير سعوديين لكن مع الوقت بالتدرج بطرق دبلوماسيه بطرق كذا وكذا تغيرت النسبه صح السعود تدخل فيها السعود تضايق على اللي كذا اللي يحط فيها بطرق انه زاد تسهيل نقل الكفاله الداخل بحيث انه لا يضطر يستقدم. وتعرف من وزارة التجارة ومن الجمارك ومن جهات كثيرة وين مواطن استيراد البضاعة يعني تأخذ السلعة من مصدر المصنع وين مصنعها هو في الداخل والخارج من الألف إلى وصولها للمستهلك. جميل. تعرف المسار ذا بتفاصيله كيف ومن يتحكم فيه يعني تدرس الموضوع يبغى له تفاصيل كثير تعرفها عنها. هذه نقطة يعني جوهرية في الموضوع جيد. حتى يكون جيد. بناء على تصور جيد للمشكلة حتى يكون صلب اكثر. ايه طبعا جميل. في نقطه اخرى اضافيه على عجال الله يسعدك دكتور سم. لا كانت بس عشان موضوع ينجح في موضوع ساعات العمل ايضا. ساعات العمل الكثيره هذه عائق إيه. ولا انا غلطان؟ الا هي ساعات العمل طبعا الوضع الحالي حتى لو كان لين تفتح البقاله تعرف يعني يغلق الساعه نص الليل ساعه واحده في سعودي ممكن اذا انت بتعود على كذا بس الناس متعودين في مدارس الصباح وفي عمل في الدوام الصباح يعني معنا الصباح البورك للناس والنار فلما تسمح له يقولوا كذا واذا هو طالب مثلا وتشجع فيه نسبه من الطلاب انهم يشتغلوا حتى يترزقوا بحالات اليوم دخلهم ما هو عالي وفي نفس الوقت عنده جامعه ولا عنده مدرسه الصباح
وبيصرف الليل يعني ما في تجانس صحيح. او انه بيروح زواج حفل كذا لاي سبب يعني في المساء والدته اقارب تعالج ياخذ ابوه. فالحل انها في معناه ان الاغلاق ابكر، لكن الاغلاق ابكر ينصدم مع موضوع اغلاق المحلات في الصلاه، لان كذا قلت قفل الساعه 10 يقول طيب هو بياذن الساعه كذا اطلع الساعه 9 كذا من المسجد افتح بعد صلاه الساعه ما ضبطت صح. صح. هذا صح. طرحت فكره تاخير اقامه صلاه العشاء وهذه كثير مشايخ يؤيدونها. طيب هذه يبغى لها حلقه خاصه فيما يتعلق بالحلول. استاذ محمد على عجاله في دقيقتين، يعني قانونيا كيف ممكن نحل مشكله التستر التجاري ونضع لها حل او على الاقل نقلل النسبه اللي موجوده الان؟ والله من الناحيه القانونيه يعني ينبغي اول شيء نشر الثقافه القانونيه حول هذه المخالفه والعقوباتها جيد. مثل ما تقوم به وزارة التجارة، ومثل أيضا سابقا في مسألة تحرير شيك بدون رصيد، يعني نتذكر الإعلان المنشور دائما حررته فقيدني، هذا يعني ساهم بشكل كبير في التخفيف من مثل هذه المخالفات. فنشر الثقافة القانونية مهم جدا في هذه الحالات. أيضا نشر الوعي القانوني لدى الشباب بحيث أنه تقوم يعني الشاب السعودي بدل ما أنه يعني يركز على الوظيفة يبدأ في التركيز على الأعمال الحرة صحيح بتهيئة صحيح المناخ صحيح الاقتصادي المناسب لهذا الشيء وتهيئة الوظائف والفرص الأعمال. جميل. أستاذ محمد أنا أشكرك الشكر الجزيل على المشاركة معي اليوم، يعطيك العافية. وشكرا جزيلا كذلك الدكتور صالح، أنا أشكرك الشكر الجزيل على المشاركة ويعطيك العافية. شكرا جزيلا. مشاهدينا طبعا قبل أن نذهب إلى صوت المواطن، يعني هي فقط نقطة مهمة جدا، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كان معي عبر الهاتف قبل الهوى وذكر لي بأنه قام بالتغريد أمس وكلنا شاهدنا تغريدته. ما يتعلق بتوطين البقالات هو حتى هذه اللحظة يقومون بدراسته ولكن لم يتم البدء في تطبيقه، وهذه نقطة مهمة جدا لأن في كثير ناس خذوا من التقرير اللي تم عرض فيه القطاعات اللي سيتم توطينها في 2016 وقالوا خلاص كلش راح يتوطن، هذا غير صحيح، لا تزال المسألة تحت الدراسة. مشاهدينا صوت المواطن. طبعا مشاهدينا نتكلم اليوم عن بادرة جميلة ومميزة في مدينة حائل، لن نتحدث عن التفاصيل، التقرير وضيفتي سيقدمون التفاصيل ليس التقارير بمشيئة الله عز وجل. طبعا مشاهدينا الاعزاء هي مبادره جميله من جامعه حائل، ومعي للتعليق عليها دكتوره حنان آل عامر المشرفه العامه على اقسام الطالبات بجامعه حائل. دكتوره حياك الله. حياك الله. يا اهلا وسهلا. دكتوره المبادره هذه هي تسميه شوارع سكن الطالبات في جامعه حائل باسماء رائدات سعوديات، كيف طلعتوا بهذه الفكره؟ كيف انطلقت هذه الفكره الجميله؟ بدايه تحيه طيبه للجميع. يا اهلا وسهلا. بس اسمح لي بعد اذنك اصحح المعلومه اللي انت ذكرتها، هي تفضل. ليست تسميه سكن الطالبات، هي تسميه شوارع مجمع كليات البنات بجامعه حائل. جميل جميل. تسميه الشوارع وتسميه الميادين في في المجمع. بدايه لو تكلمنا عن المبادره اللي اطلقت من طالبات مركز التواصل والتثقيف في جامعه حائل، هم طالبات، مجموعة من الطالبات في الجامعة ينقلوا لنا كإدارة جامعة صوت الطالبة بلغتهم البسيطة كطالبات بدون، بعيدا عن لغة الإدارة، بعيدا عن لغة إلقاء الأوامر من الإدارة وهكذا. كان في توجه من الجامعة أنه نبدأ مع الطالبات بصوت مبسط.
بدأت الفكرة بأنه طالبات مركز التواصل والتثقيف أخذوا جولات مع طالبات السنة التحضيرية اللي هم مبتدئات يدخلوا للجامعة بجولات تعريفية على إدارات الجامعة، على مرافق الجامعة، على الإدارات اللي داخل مجمع كليات البنات. أثناء الجولة وزعوا على الطالبات كروكي بسيط يحمل أسماء الإدارات والعمادات والخدمات اللي ممكن تحتاجها الطالبة في حياتها الجامعية. بعد ما خلصوا انتهوا من الجولة بدأنا في بجلسة مع الطالبات لنأخذ منهم تغذية راجعة عن الصعوبات اللي واجهتهم، إيش الإيجابيات كانت في عملية إرشاد الطالبات المستجدات في الجامعة أثناء عملية الجولة. فكان من أهم المشاكل اللي واجهتهم أنه أثناء الجولة الشوارع وكثرتها في الجامعة ما لها تسمية واضحة، يعني ممكن الطالبة تلجأ إلى مثلا الشارع الفاصل ما بين مبنى 15 و16 وهكذا. جيد. فبدأنا نأخذ منهم الحلول. طب من وجهة نظركم أنتم كطالبات إيش الحل الأنسب لهذه المشكلة؟ اقترحوا علينا برضو كمان في جلسة عصف ذهني هو تسمية الشوارع. أخذنا من الطالبات أسباب التسمية وبدأنا بتنفيذ التسمية كمرحلة أولى. جميل. كان الاختيار الطالبات للمسميات الشوارع بناء على اللي هي تخصصات الشخصيات النسائية العربية المسلمة وارتباطها بالتخصصات الأكاديمية اللي موجودة في مجمع كليات البنات. بدأنا طبعا ببلورة الفكرة وصياغتها بطريقة صحيحة وتسجيل هذه المسميات على خريطة المجمع، وبعد كذا بدأنا بنقلها لإدارة الجامعة لتنفيذها. جميل. اختيار الأسماء كان يعني من قبل لجنة، ما إيش كان سبب اختيار الأسماء اللي موجودة الآن يعني بعد هذه المبادرة الجميلة؟ اختيار الأسماء كان من قبل الطالبات أنفسهم بدون أي تدخل مننا إحنا في إدارة الجامعة. اختيارها كان بناء على زي ما ذكرت ارتباط الشخصية العربية النسائية المسلمة بالتخصصات الأكاديمية الموجودة في جامعة حائل في مجمع كليات البنات. بدأنا نتناقش مع الطالبات بالأسباب اختيارهم لهذه الشخصيات. طبعا احنا لو نستعرض الأسماء فسنجد أسماء عربية، أسماء شخصيات نسائية محلية لها إسهامات كبيرة في نقل الدور البارز للمرأة العربية في جميع المجالات وجميع التخصصات. جميل. كيف كان تقبل هذا الرأي وهذه المبادرة من إدارة الجامعة دكتورة؟ طبعا احنا لما بدأنا بجلسة عصف الذهني مع الطالبات وبدأنا نتناقش معهم عن أسباب التسمية، في هذه الحالة احنا الآن وصلنا دور الطالبة لإدارة الجامعة. بدأنا بصياغة زي ما قلت لك اللي هي التسمية على الخريطة وإرفاقها بخطاب لمعالي مدير الجامعة. جميل. يعني كان مشكور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خليل الإبراهيم، تجاوبه جدا سريع. جميل. وجه للجهات المختصة والمعنية في الجامعة بتنفيذ المشروع مباشرة كما وصله من طالبات مركز التواصل والتثقيف بدون أي تعديل. جميل. دكتورة حنان احنا نشكركم على هذه المبادرة الجميلة ونشكر حضورك اليوم كذلك والتعليق عليها، ومنها لأعلى بمشيئة الله عز وجل. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا احنا وصلنا كذا الى ختام نهاية جولتنا وحلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم انا عزام العبيد، دمتم بحفظ الله ورعايته، الى اللقاء.